باقة الخير. شو وصلكم الفيديو اول شيء؟ ليش كنتم مشتركين مسوين سبسكرايب ومفعلين الجرس؟ نزل الفيديو انتوا اول ناس تشوفونه، انتوا كفو والجميع ثابت لعيونكم. نفس ما قلت لكم انا بقرر باي سياره بطلع، انتوا شايفيني باي موتر الحين، انا بالبنتلي موزان سبيد، الفيتك واقف هناك والجي تي ار واقف هناك. اوعدكم انا بنطلع بهذا الموتر لين ما ترتاحون تستانسون، والجي تي ار بنطلع فيه. بس بقول لكم انا ليش اخترت البنتلي، بقول لكم ليش اخترت البنتلي. البنتلي الوالده كلمتني قالت لي علي، الوالده كلمتني قالت لي علي نحن بنطلع وياك، فلام الوالده بتطلع ويانا الجميع ثابت يا رفاقه الخير. كل وقته بس انا كنت بطلع والله كنت متحمس، نفس ما قلت لكم سرنا بالبنتري سرنا سلمنا على الشيوخ الله يحفظهم اول يوم العيد. بالفتك خضنا لفه سريعه والجي تي ار طلعنا وشجلدنا ام نيابته جلاد، لكن الحين طلع عائليه بنطلع بس نتمشى في يوم العيد، نفس انت ما تصير تمشون في يوم العيد. الله يحفظ امهاتنا وامهاتكم ويرحم امواتنا وامواتكم ان شاء الله. البنتري واليوم مميز جدا. ليش اليوم مميز؟ شوف انا ما بقول لكم والله اشتروا العقار الفلاني وهذا العقار ما ادري كيف عشان ما حد يقول لي والله انت دعايه ما ادري كيف والسوالف. انا يوم اراويكم شيء عشان انتم ربعي، اذا عيبكم الشيء خذوه، انا اراويكم الشيء بالتفصيل، فاذا عيبكم خذوه، اذا ما عيبكم لا تاخذونه. ف انا اليوم براويكم فيلا صار انا اقضي فيها الوقت، لا بقول لكم والله انها للبيع ولا بحط لكم رقم ولا هم يحزنون. من داخل من داخل داخل شوفي. فعلى العموم نفس ما قلت لكم انا ان شاء الله رب العالمين باخذكم الطلعه هذه، فمنصير نتمشى في يوم العيد. هي اوكي بس يبرويكم واحده من الفلل الرهيبه صراحه انا اعشقها. هل بشتريها؟ هل انا مجرنها؟ ما بتم ادخل في التفاصيل عشان ما يقولوا دعايه وما ادري كيف. اذا عيبتكم وشفت وايدين يبوا يعرفون يمكن اقول لكم في سناب، هذا سناب شات لا موجودين انتم في سناب شات، هذا الكود مال سناب شات طلع تليفونك وسوي الاسكان. هل الفيلا انا مشترنها؟ هل الفيلا انا ماجرنها؟ هل الفيلا مش عارف شو؟ انا ساير استانس، فبشلكم وياي باخذكم لفه سريعه في الفيلا، مراويكم الفخامه اللي في البنتلي وبنخلص الفيديو وبنشوفكم ان شاء الله على خير. خلينا نبدا هذا الفيديو، كل واحد يدفن لايك من الخاطر كذا، لايك يولع الجميع. Let's go. Bye bye, Fatak. Fatak, bye bye. نسلم عليكم يا حبايب قلبي. والله اني احبكم. والله احبكم والله. نشوفكم على خير يا اصدقائي. واحد من المزايا البسيطة في البنتلي موزان. حلو الكلام؟ قبل ما نطلع انتم عارفين لازم نضبط الدماغ بكروكي خفيف. ما نطلب كرك؟ نطلب كرك واركب. كيف نطلب كرك؟ انزل بعد الكرك في البنتلي غير. دق هذا الفص بارك الله فيك. حلو الكلام. تقول للرياض. فاول ما يجي صديقنا كيف حالك باي؟ زين الحمد لله. الحمد لله. طلع كلاس محترم من هني. تمام؟ فتح الكرك؟ سوي صفاي مضبوط؟ كرك مضبوط. تمام؟ يلا. شو؟ كوفي حق ماما؟ لا حبيبي مو كوفي حق ماما، كوفي حق بابا. شعرش نكوش حبيبي انت. كوفي مال ماما؟ لا. هذا كوب مال بابا. كل شيء مال ماما. كيف امورك طيبة؟ تنزل هذا وتقول له الكرك، قل له الكرك تعال يا كرك يا صديقي اجلس. دق هذه طال عمرك تتمتع وانت يا سلام يا سلام مية مية أحلى كرك. تحط لك هني يا سلام ومنعزل تماما من غير ما حد يشوفك. لا بس هي انكشفتني حبيبي. ممكن أصور؟ تكون منعزل هني من غير ما حد يشوفك، فاتح الفصام ومريح وطالع في الايباد وتستانس باحلى عصير. انا حنحط هني كرك، ما اعرفكم انتم شو تقولون. شو رايك اخبركم علوم البنتلي هذه قبل ما نوصل المكان اللي بنقضي فيه بقيه ايام العيد ان شاء الله رب العالمين. البنتلي هذه نفس ما قلت لكم بنتلي موزان سبيد. لما تيجي كلمه سبيد على بنتلي يعني ان هذا يدل على السرعه. مليونير تكون سياره مفصله واكثر فخامه. سبيد تشوف فيها تاتشز، فيها فلابي بدل جير هني، يعني تاتشات من الكروم من البرشت المنيوم، تحس انها رياضيه اكثر.
البنت ليموزان هذا الفيس ليفت لها، شو اللي غيروا فيها؟ الهيد لايتس الاماميه مكتوب عليها بنتلي، الليتات الخلفيه حرف البي بنتلي، ومن داخل كبروا لك المقصوره اللي في الخلف بحيث انهم صغروا لك شو الدبه شويه، صغروا لك الدبه عشان يضبطوا المعازيب اللي بيقعدون ورا. الفوق الوالده بتقعد ورا مضبطين لها الكراسي. شكرا بنتلي. عندكم الله يسلمكم بعد بوز السياره خلنا نقول مصغر شويه دايلز البنتلي اللي هي بالجلب، لانه هذا الطريقه البريطانيه كيف كانت. لو تشوف بنتلي من 1920 يمكن كذا القياج مالها، فبيخلون الموضوع نفس ما هو، الخشب افضل انواع الخشب واليلد افضل انواع اليلد. يا علي انت قلت لنا سبيد السياره فشو ارقامها؟ حاضري الماكينه 6.75 التورك، التورك خليك وياي 1100 نيوتن متر اوف تورك، سيارة تقلع بصراحة تطير. انزين وعندك الهورس باور 530 حصان، ازيد بشوية عن العادية، ومن 0 ل 100 اتمنى انهم الكاميرات يعدلوها شوي. غير عن هذا السيارة يعني تبى قصر الامارات متحرك، لو تفكر فيها قصر الامارات لا تواير بنت ليموزان وقطع صراحة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله السيارة روعة. فالحين احنا رويناكم السيارة وفخامة السيارة، خلنا نصير رويكم الفيلا. سلام. الدور الثاني. تبغوا تشوفون الفيلا شكلكم؟ ها انا ارويكم فوق بعد شوي، برويكم بالتفاصيل تفاصيل الفيلا، بس انا ارويكم على السريع. هنا فوق هوب 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 بنتولي تحت، يا سلام سيدخل داخل عن الحر. المطبخ يا رفاقة الخير السمبريغو شيء فنان، عندك كل شيء تمام. طبعا احنا يدوب التوني ياسين نعبي، فخلنا نسير ثلاث غرف ماستر فوق، هذا الماستر الثاني، هذا الحمام، هذا الصالة كذا، الصالة تحت كذا، هي اربع غرف. وعندكم شو؟ غرفة الخدامة، وهذا على الباركينج. وعندكم ها ستور قيمته اربع غرف مع مسبح هناك وباركينج وباركنات برا، بس باركن واحد مغطاي وايد من هالسوالف. يبيك ترى كذا اسبريسو صدقوا بعد هالاسبريسو يبي وي شود دو سمثينج كريزي. You wanna do something crazy؟ أنا قال لي علي تعال قضي الوقت اللي تباه في الفيلا، فإحنا بعد العيد هنا هني نقضي ليلة سريعة في هذه الفيلا السانيورية. فإذا شفت وايد ناس يسألون والله وين الفيلا تشتريها تأجرها مش عارف شو، يمكن أرد عليكم في سناب شات. تعرفون وين سناب شات؟ هذا الكود. قربوا ناقص سناب شات إذا شفت وايد كومنت وبتعرفون عنها. I will let you know. Let's go do something crazy.